بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد، معاكم أحمد الجرنوسي، وإن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض إزاي تقرأ رسائل الفيسبوك ماسنجر والواتساب وبرنامج تليجرام وفايبر بدون ما يظهر للشخص اللي هو بعت لك كلمة سين أو إنك قريت الرسالة، وده طبعا من خلال برنامج اللي احنا شايفينه قدامنا أنسين. برنامج سهل وبسيط جدا ومجاني، متوفر على جوجل بلاي، وكمان ما بيحتاجش صلاحيات الروت. البرنامج أنا جربته وجميل جدا، وهنشوف مع بعض طريقة استخدامه بسرعة من خلال الفيديو ده، بتمنى يعجبكم إن شاء الله. فأول ما بتشغله بيظهر لك الويندو بالشكل ده كشاشة ترحيبية طبعا للبرنامج. هنا بيقول لك انك هتقرا الفيسبوك ماسنجر والواتساب والفايبر، هتقرا كل الرسائل بتاعتهم في الوضع الخفي انكوجنيتو مود. بتحرك سلايد كده، فخلي بالك هنا بيقول لك ان اللون الازرق ده للماسنجر بتاع الفيسبوك، واللون الاخضر الواتساب، واللون اللي هو الموف شويه ده كده هو ده الفايبر. طبعا كل برنامج على اللون بتاعه، تمام كده. هنا بس بيقول لك انيبل اكسسبيليتي، يعني عاوز منك سماحيه للنوتيفيكيشنز او الاشعارات بتاعه الموبايل بتاعك، فبدوس على انيبل اكسسبيليتي. فده البرنامج اهو انسين، طبعا بفعله وبقول له قلقه، بعمل له عمليه سماح، تمام كده. برجع تاني للبرنامج، فزي ما احنا شايفين هنا كل الرسائل سواء كانت بتاعه الفيسبوك او الواتساب او الفايبر، وهنا رسائل الماسنجر، وهنا رسائل الواتساب، وهنا رسائل الفايبر، وهنا التليجرام. فدلوقتي انا جبت موبايل تاني اهو، تمام، وده الرقم بتاعي، فهجرب ابعت رساله كده مثلا، نضحك كده ونبعت الرساله كده. فزي ما احنا شايفين الرساله جت فوق، ولكن لسه انا ما فتحتهاش، تمام. فبالتالي كل الرسائل ظهرت هنا اهو، تمام. لو جيت حتى في الواتساب، فدي رساله خاصه بالواتساب، ينفع افتحها طبعا كده، انا شفتها. فلو هنيجي نلاحظ هنا طبعا مفيش علامة سين ظهرت، تمام كده. فكده طبعا قدرت اقرا المحتوى بتاع الرسالة. نفس الكلام لو جيت اجرب من الماسنجر، ادي الماسنجر ده طبعا الاكونت بتاعي اهو، نيجي نكتب برضو اي رسالة وهنبعتها. الرسالة جت فوق اهي، لكن انا مش هفتحها من خلال الماسنجر، وهنيجي نرجع كده. زي ما احنا شايفين هنا الاسم الرساله اللي احنا لسه بعتناها اهي، قريتها من خلال ماسنجر الفيسبوك، ادي الماسنجر وادي الرساله اللي جت اهي. فنجرب نبعت رساله كمان، تمام. لو هنلاحظ هنا خلي بالك ان في هنا العلامه الزرقاء تحت اهو، هنخفي بس الايقونه من هنا، تمام. وهنيجي هنا بقى دلوقتي، انا كده قريت الرساله اهي وما بانش العلامه، برضو العلامه لسه زي ما هي، ما بانش ان هي اتقرت، تمام. ونفس الكلام طبعا للفايبر، ونفس الكلام لبرنامج تليجرام. فده بكل بساطه كان شرح البرنامج، اعتقد البرنامج سهل جدا، حبيت ان انا اشارككم بيه. يا ريت في الاخر لو استفدت الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك للقناه، وعلشان تتابع كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله، فما تنساش تزور موقعنا على الانترنت، موقع تكنو عربي، بنعرض عليه كل الشروحات الجديده باذن الله. ولو كان عندك اي استفسار او اي اقتراح بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، سيب لنا رد في التعليقات اللي موجوده تحت الفيديو، او كلمني من خلال صفحه تكنو عربي على الفيسبوك، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار. واشوفكم في درس جاي ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.